عزز فريق الوداد الرياضي أمس صدارته في البطولة الوطنية الاحترافية بعد أن سحق فريق المغرب التطواني بأربعة أهداف لهدفين برسم الدورة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية. وبهذا الفوز يكون الوداد الرياضي قد أضاف إلى رصيده 3 نقاط مهمة وأصبح لديه 54 نقطة. وقدم فريق يوسف إيش برشيد هدية رائعة للمتصدر الوداد الرياضي بعد أن تمكن من الفوز على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 1-0 برسم الدورة 24 من البطولة. الرجاء الرياضي بهذه الخسارة يكون قد ابتعد شيئا ما عن الصدارة وأصبح الفارق بينه وبين المتصدر 6 نقاط في انتظار مباراة الديربي يوم السبت المقبل. وسيواجه فريق الجيش الملكي اليوم فريق نهضة بركان برسم الدورة 24 من البطولة على 5:00. الفريق العسكري يود تحقيق الفوز للاقتراب من الرتبة 2 وتعزيز ترتيبه لضمان بطاقة تأهله للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية، فيما الفريق البركاني الذي يمر من مرحلة فراغ يود تحقيق نتيجة إيجابية للتصالح مع الجماهير الغاضبة. اللقاء سيلعب على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة على 5:00. ويستقبل فريق اتحاد طنجة فريق شباب المحمدية على 7:15. اللقاء ستجرى أطواره على أرضية ملعب طنجة الملكي. الشباب لا شيء أمامه سوى تحقيق الفوز في المباراة 6 المتبقية لضمان بقائه في قسم الأضواء الموسم المقبل. ويحل فريق نهضة الزمام ضيفا على فريق أولمبيكا سافي على 9:30. اللقاء سيلعب على أرضية ملعب المسيرة بمدينة أسفي. نهاية الموجز، إلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.